الترتيب عند اخوي محمد بن عبد الله ما شاء الله طلع الطير طلع الطير ما شاء الله غضبان يا غضبان اللي طلع غضبان ولا عقاب اتوقع انه غضبان غضبان ما شاء الله تبارك ما شاء الله فريق المجد غضبان ما شاء الله تبارك ما شاء الله لا اله الا الله غضبان هذا فيه طبع اخوي مسعود لا طار الطير يدك التراب مو بيرتفع والحبارة ان شاء الله لا سهله للطير ان شاء الله طبعا الحبارة مسيرها زين و والطير يشوف ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله لا اله الا الله يا هادي دليل غضبان يا غضبان ما شاء الله تبارك الطير هذا مفاجاه ما يتوق والصلاه على النبي ولا شيء ما يتوق الا لحت عينه طلع دائما دائما مثبت طالعه نشهد ما شاء الله يوم استواه زين ما شاء الله تبارك الرحمن ما شاء يوم الله احسن من يوم تحل احسن صحيح والحباره ان شاء الله امورها طيبه والى الان ربها ما شافته والله كانها شافته يا هادي دليل يا هادي دليل ما شاء الله تبارك غضبان يا غضبان هذا فيه طبع الطير هذا اذا روح ما حد يلحقه ما شاء الله تبارك ما شاء الله تبارك ما شاء الله لا اله الا الله ما شاء الله لا اله الا الله يا هادي دليل الله تعينه الله تعينه ما شاء الله ما شاء الله شفت جناحه اخوي مظافر انا اشهد انا اشهد من اطيب الطيور الطير ذا والصلاه على النبي الطير هذا من سبقه والله انه يروح علينا اخوي مسعود فالقلايب صحيح احنا على ذلول لكن ما شاء الله نشوف جناحه طيب بين الله يبارك ما شاء الله تبارك شوف لاحظ الطير عقب ما ثبت عقب ما ثبت سوح الطير دك خلاص الحين اي في عين ما شاء الله وبشك انه بيسرقها ولا هي بدايرتها ما شاء الله تبارك الرحمن غضبان يا غضبان ما شاء الله هدي يا دلي هدي يا دلي الله تعينه روح ما شاء الله ولا تاق الطير ما تاق وطير يلي ما يتاوق الى شاف لا منقطع في الطلع تلو عطيته ومكابر الحفان ما هو بخواف والطائرة ما قد عنها دعيتها ما شاء الله تبارك الرحمن حدنك هدي دليل قريب الحط طيب ما شاء الله هبشك قريب قريب ما يسوي الحركة إلا هذا اللي قد قريب منها ما شاء الله بعد بعدي 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 ألف 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 مبروك يستاهل يستاهل فريق المجد يستاهلون يستاهلون يستاهل والله الفيكسار المركز الأول مهرجان مرمي 21 فريق المجد اللي هو أخوي شخبوط بن صالح بعدي بعدي يستاهل المركز الأول الرجل هذا كان يهدد عليه ترشيحات عليه قول على الفعل زين الصلاة على النبي ما شاء الله تبارك الله يستاهل يستاهل ألف ألف مبروك كل التوفيق لباقي المشاركين في المراكز الثاني والثالث بإذن الله طبعا آلية البطولة طبعا الحين يعيدون الخمس دقائق خمس دقائق ثاني مرة ويطلع الثاني وبعدها خمس دقائق يطلع المركز الثالث طبعا الحين أخوي مسعود أوصف لي الحين الربع اللي موجودين في الزمالة والشعور الحين الكل متوتر الحين المركز الأول في مبارك حق المركز الأول الحين نشوف المركز الثاني والثالث يكون بعد فيه توتر فيه حماس أكبر لأن أنت تقول الفرصة صار الحين بدل ما هي ثلاثة كروس صار كرتين صار كرتين فقط يعني الله يعينه والأرقام تختلف كل واحد توقعات صعبة صحيح كلهم نخبة النخبة عز الله الطيور اللي وقفت في ستة سنح هذه طيبة هاي طيب. صفوة الصفوة وأقوى طيور ولكن عامل الحظ والتوفيق له دور صحيح طير لاحت في عينه ظهر أنا شاء ما شاء الله تبارك الله لا إله إلا الله يستاهل يستاهل لكن أخوي مسعود دائما أنت الجندي الخفي ودائما دينمو فريق برزان ودائما يعني الطيور يعني ترتيبها عندك بداية عقب تحول على الربع الله يجزاه خير الله يجزاه خير هذه شكر لله اخوي شخبوط بن صالح سجدة شكر ويستاهل يستاهل يستاهل الناموس عز الله انه يستاهل الطير الطيب يستاهل صحيح وراعيها طيب ما عليك زود ما عليك زود ما شاء الله الطير الطير يعني انت تتكلم قلنا سطال سادس او خامس ما شاء الله دش في اليوم الوطني خابر يوم في لفان خذ الثاني او الثالث صحيح له انجاز من قبل أخوي مسعود الحين نبي نستغل مدامك موجود عندنا في الاستوديو دائما احنا نتابع سنابك دائما نشوف الترتيبات الطيور كلها الترتيبات الطيور دائما بداية عندك عقب لما تأهلها خلاص تعطيها الفريق ناخذ مجموعة من الطيور اللي عند الرابع ونجهزها في أحيانا نجهزها في خريب أحيانا نجهزها مو بشرط أن نجهزها في نفس المكان هذا الطير اللي يطلع ويروح عندنا مسافة كيلو ثمان كيلو سبع تأكد أن الطير هذا يعني يشوف المسافات ينقص ركادة ينقص شيء بسيط من الترتيب خلاص نحاوله عند محمد
يستلم محمد في نفس المكان اللي يهدون فيه الرابع بطولة الطلب. فيتعب على الطير ويجهز الطير هو الرابع الموجودين أعضاء الفريق ويدخل البطولة. طبعا ننتقل لأخونا محمد بن عبد الله بملهي في الميدان. مرحبا بك يا أبو ظافر، مرحبا مشاهدي الأعزاء، نصبح عليكم، صبحكم الله بالخير. معنا اليوم أول الفائزين بالمركز الأول بالفيكسار، ويستاهل فريق المجد شخبوط بن صالح. تستاهل يا أبو صالح، استاهل وياك خير نفداك. يا مرحبا بك، حن متفائلين باسم المجد، باسم سمو الأمير تميم بن حمد، باسمه المجد أول ما جاء اللقب عليه، وتفائلنا باسمه وسمينا اسم الفريق باسم المجد، وأول أهداء لسمو الأمير تميم بن حمد، للربع كلهم فريق المجد ومشجعين فريق المجد، وأقول بيض الله وجيههم أعضاء فريق المجد كلهم. الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى. يستاهلون، وأنت تستاهل يا أبو صالح، كانت الترشيحات عليك وعز الله أنك قد الترشيحات، بيض الله وجهك وجعلها إن شاء الله ناموسا دايم، وتستاهلون والربع كلهم يستاهلون. استاهلوا وياك خير نفداك، والله يرحم والديك، هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، والواحد يحط في باله أن ذا رزق مكتوب لك عادك في بطن امك. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله انك انت قلتها، انا جيتك قبل شوي اخذت معك لغاء وقلت لك الترشيحات كلها على فريق المجد، وقلت لي انت هذا شيء مكتوب واحنا جاهزين، وسالتك ان الطير بعد الله يبارك لك فيه ثلاثة ايام ورا بعض، ترى بعد شيء مو بسيط، لازم انه ياثر، لكن الله يبارك فيه. الطيب طيب، الله يجزاك خير. الحمد لله، فضل من الله سبحانه وتعالى، الحمد لله رب العالمين.